السلام عليكم، مرحبا بكم عندي باش قبلتوا لي الدعوه ديالي. دابا جيت انا نعاودكم القصه ديال بنتي. شنو المشكله؟ انا عندي مع لوسي، لوسي بوليسي ما بغاش يعطيني الحق ديال بنتي. الراجل ديالك فين مات؟ ما مطلقه من عنده، ماشي فهمتيني، طلقت كانت باقي صغيره، كانت عندها هي عام، وهي مسكينه عمرو ما شافت الرحمه ديال من الاب ديالها ولا من عند العائله ديالها، فهمتي. مشيت انا عند لوسي قلت له زعما تعطيوني الحق ديال بنتي، دابا باها مات قتلوه، قلت له تعطيوني الحق ديال بنتي. ما بغاش، ما بغى غير يعطيني حتى حاله مدنيه. دابا عند حاله مدنيه ديال بنتي عنده، ما بغاش يعطيني حتى حاله مدنيه. دابا هي محرومه من حاله مدنيه، محرومه من الحق ديال باها، من اي حاجه. مشيت لعندو قلت له انا تعطيني الحق ديالي بنتي. قال لي انا ما تقصريش، سيري دعي ولا ديري اللي بغيتي. مشيت دعيت، الدوسي ديالي ما تحركش. علاش ما تحركش؟ هما عارفين الا هو بوليسي، حتى واحد ما بغى يوقف معايا. علاش هو بوليسي؟ مشيت غنعمل 12 شاهد، ما بغاوش. علاش؟ كيقول لك هو بوليسي، حنا كنخافوا منه. خلى الارض دارت فيه الدوله الطريق، وقالوا لي لا، حنا واخا عملت فيه الدوله الطريق ما عطاوناش التعويضه ديال الارض، لا حنا ما شبرناش الفلوس من عندهم. باش هما مقتول، هو مات مقتول، هما طلبوا شبروا الفلوس ديال الدية، ما بغاوش يعطيوها الحق بنتي من اي حاجة، من الارض، من الزيتون، من الزيت، من اي حاجة، ما بغاوش يعطيوها الحق ديالها. دابا كنطلب من سيدنا الله ينصرو، وكنطلب من سيدنا الحموشي، انا كنعرف راجل مزيان وكيشبر الحق ديال المسكين، كنطلب منه غيشوفني في الدوسي هذا. والسلام عليكم، الله يرحم الوالديكم.